Hi there, how's it going? أنا محمد سلام وانت بتشوف دلوقتي قناة متعة التعليم. امبارح نزلت سؤال في المنتدى كتبت فيه متى تغار مني؟ معناها ايه بالانجليش؟ وكان من ضمن التعليقات اللي لفتت انتباهي شوية سؤال ما عندوش معنى انت بتخربط. طيب بص يا جميل، سؤال ما عندوش معنى وانا بخربط. تخيل انك انت ليك صديق قريب منك جدا وهو بيحبك وانت متأكد انه بيحبك، عايز تقوله انت بتغير مني امتى؟ لما يحصل ايه بتحس بالغيرة جواك؟ يبقى سؤال ليه معنى ولا لا؟ سؤال منطقي وبديهي جدا بين الاصدقاء. اسمع يلا الجملة بين اتنين اصدقاء وهو بيقوله انت بتغير مني امتى. When are you jealous of me? 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 تمام كده؟ يلا بينا نكمل الجمل اللي بنتعلمها سوا ونشوف الجملة اللي معانا دلوقتي بتقول ايه. We're all in the same boat. 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 اللي عارف منكم الجملة كتبها واللي معرفهاش هيسمعها مني. We're all in the same boat. We're all in the same boat. الجملة بتقول We're all in the same boat. We're all in the same boat. احنا كلنا في نفس المركب. We're all in the same boat. طبعا استخدامها معروف ومنطقي. طيب بننطقها ازاي؟ بدل ما نقول we are بنقولها ايه؟ We're. We're all. We're all in the same boat. We're all in the same boat. We're all in the same boat. كلنا في نفس المركب. اسمعها تاني وركز كويس. We're all in the same boat. 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 ممتاز جدا. يلا بينا نسمع الجملة اللي جاية بتقول ايه. Don't hang up. اللي عارف الجملة كتبها. طيب معرفتهاش اسمعها مني. Don't hang up. Don't hang up. الجملة بتقول Don't hang up. Don't hang up. ما تقفلش الخط. بتكلم شخص في التليفون مثلا وحسيت انه هيقفل الخط تقول له ارجوك ما تقفلش الخط. Don't hang up. Don't hang up. استنى ما تقفلش الخط. ونطقها سهل جدا. Don't hang up. Don't hang up. ما تقفلش الخط. استخدمها بقدر الامكان وراجع عليها دايما واسمعها تاني يلا. Oh no, don't hang up. Oh no, don't hang up. Oh no, don't hang up. 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 تمام كده؟ يبقى انت كزوجة هتتصلي بجوزك تقولي له عايزة جبنة رومي وبيض ولبن وبعدين هيقفل يقولك طيب مع السلامة تقولي له استنى استنى don't hang up. في ايه تاني؟ ما تنساش تجيب زيتون كمان معاك. don't hang up. تمام كده؟ يلا نسمع الجملة الجديدة بتقول ايه. Where are you sleeping? Where are you sleeping? Where are you sleeping? Were 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 you sleeping? من عارف الجملة وكتبها؟ طب اسمعها مني كده. Were you sleeping? Were you sleeping? الجملة بتقول Were you sleeping? هو انت كنت نايم؟ ابنك مثلا قالك ان هو بيذاكر جوه وبعدين خبطت عليه الباب لقيته عنيه وصوته متكسر كده فتقولي له ايه ده هو انت كنت نايم مش بتذاكر؟ Were you sleeping? يلا اسمع الجملة تاني. Were you sleeping? 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 تمام كده؟ إن شاء الله في نهاية الفيديو هتلاقوا جمل زيادة هنتدرب عليها. اوعوا تنسوا تشوفوها. يلا بينا نشوف الجملة الجديدة بتقول إيه. I'm spoiled the surprise. I'm spoiled the surprise. I'm spoiled the surprise. Don't spoil the surprise. Don't spoil the surprise. Don't spoil the surprise.
اللي عرف الجملة كتبها، واللي ما عرفهاش هيسمعها مني. Don't spoil the surprise. Don't spoil the surprise. الجملة بتقول Don't spoil the surprise. Don't spoil the surprise. ما تبوظش المفاجأة. جايب لزوجتك مثلا ب 12 جنيه مشابك وحطيتهم في علبة حلوة كده، وهتيجي تفتحهم تقول لها لا لا استني ما تبوظيش المفاجأة لما عيد ميلادك بقى عشان تفتحها وتلاقي طقم المشابك. Don't spoil the surprise. ما تبوظيش المفاجأة. اسمع الجملة تاني وركز فيها. تمام كده؟ يلا نشوف الجملة اللي بعدها بتقول ايه. I don't want to spoil the surprise. اللي عارف الجملة كتبها، واللي معرفهاش هيسمعها مني. I don't want to spoil the surprise. اعتقد ان الجملة المرة دي سهلة لانها مشتقة من الجملة اللي فاتت. I don't want to spoil the surprise. مش عايز ابوظ المفاجأة. انا اللي مش عايز ابوظ لك المفاجأة. I don't want to spoil the surprise. اسمع الجملة تاني وركز كويس. I don't want to spoil the surprise. For your information. عرفت الجملة وكتبتها؟ اللي معرفهاش اسمعها مني. For your information. الجملة بتقول For your information. ليكن في علمك. For your information. لو حد سألك مثلا على فكرة انت تخنت في الشتاء، هتقول له ايه؟ ليكن في علمك انا بتعشى 3 مرات بس. For your information. يبقى انت بتقول for your information وبعدها معلومة معينة مثلا. يلا اسمع الجملة تاني وركز كويس. For your information. تمام كده؟ خلونا نسمع الجملة الجديدة بتقول إيه. Has anyone seen my son? اللي عارف الجملة كتبها، واللي معرفهاش هيسمعها مني. Has anyone seen my son? الجملة بسيطة ممتازة جدا. Has anyone seen my son؟ حد شاف ابني؟ السؤال ده رائع جدا وبنستخدمه على طول. حد شاف مفاتيحي؟ حد شاف قميصي؟ هتلاقوا تدريبات أكتر في نهاية الفيديو على الكلام ده. يلا اسمعوا الجملة تاني وركزوا كويس جدا. Has anyone seen my son? تمام كده؟ يلا بينا نشوف الجملة الجديدة بتقول إيه. Make sure all the doors and windows are locked. اللي عارف الجملة كتبها، واللي معرفهاش هيسمعها مني. Make sure all the doors and windows are locked. الجملة بتقول Make sure all the doors and
windows are locked. Make sure all the doors and windows are locked. اتأكد make sure إن كل الأبواب والشبابيك مقفولة. يبقى أنت لو عايز تقول لحد اتأكد من كذا أقول له إيه؟ make sure. Make sure. اتأكد. Make sure all the doors and windows are locked. اتأكد إن كل الأبواب والشبابيك مقفولة. مثلا أنت في مشوار بعيد وبتقول لابنك وانت خارج اتأكد ان كل الابواب والشبابيك مقفولة. Make sure. يلا اسمع الجملة تاني وركز كويس جدا. Make sure all the doors and windows are locked. Make sure all the doors and windows are locked. Make sure all the doors and windows are locked. Make sure all the doors and windows are locked. تمام كده؟ عايزك تركز معي دلوقتي جدا عشان هنحط اسئلة مرتبطة بشكل او باخر من اللي احنا خدناه. ركز في الاسئلة كويس. إجابتك على الأسئلة دي بيفيدك جدا. حاول تبذل مجهود ومع التكرار والاستمرار إن شاء الله هتوصل لأبعد من اللي أنت عايزه كمان. يلا اسمع الأسئلة. Has anyone seen my keys? 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 Hey, has anyone seen my shirt? 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 Has anyone seen my toothbrush? 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 Remember, we're all in the same boat here. Remember, we're all in the same boat here. Remember, we're all in the same boat here. Remember, we're all in the same boat here.